مولود الجوزاء ممكن بداية الأسبوع ما تحمل لك إلا أجواء ومناخات مميزة، إلا أنه الأمور رح تمشي بشكل معاكس بسبب الملل بحياتك، ممكن تغرق بتشاؤم بلبلة، بداية ضغطة متطلبة عاصفة مليانة بالمشاكل والهموم مع تواجد الكواكب بمواقع معاكسة، الشمس من العذراء والقمر من القوس بمربع فلكي بيتحديك، خاصة بين السبت والتنين بتكون فترة تأمل، تعب أعمال متراكمة وأوضاع متداخلي مع بعضها، بتختبر قوتك وقدرتك على السيطرة والانضباط، ممكن تواجه حواجز جديدة بتطلب منك نضج بالتعامل وترفع وتماسك. بتتبدل الظروف لحظة وصول الأمر للجدي، يومي الثلاثة والأربعة يومين حلوين من البيت الثامن، بيت المساومات وبيت ترتيب الأمور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الأمور بقوة وجرأة ومثابرة، بتتواصل مع الناس، بتفاوض، بتناقش الأمور الشخصية والمهنية، بتتوفق وبتحلحل الأمور والمسائل اللي كانت عالقة من معاملات قانونية، كمان رح تساعدك الظروف حتى تتقدم بالنهاية وتقدم عمل كامل متكامل بنال الإعجاب. تتابع الدورة الفلكية الإيجابية الناجحة والجيدة يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر لبرج الدلو الهوائي الصديق لبيت التاسع يلي بيحمل لك معه ثقة بالنفس ووضع معنوي ممتاز، ممكن تستفيد من فرصة بتخوض تجربة مهنية جديدة، كمان بيقدم لك مجالات كتير وبينفتح قدامك أبواب المنافسة والمغامرة، بتتصالح وبتسامح وبترد الأمور لمجراها الطبيعي، رح يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، رح تكون المحرك الرئيسي بشغلك ورح يلمس المسؤولين أهمية وجودك، تتقدم بشجاعة وإيجابية وبتشتغل على إزالة كل العرائيل وتصحح الأخطاء وبتربح قضاياك بكل جدارة واحترام. عاطفيا على الصعيد الشخصي عندك أوقات استثنائية بهالأسبوع الرومانسي الدافئ اللي بيحمل لك معه عواطف مهمة بسبب وجود كوكب الزهرة ببرج الأسد الصديق، ارتياح، تقارب، انفراجات ومصالحات وتفاهم كان مع الشريك أو الأولاد، أما العازب رح ينفتح قدامه أبواب مهمة بتسهل القدر خروجه من مرحلة العزوبية، وكمان بدعمكم كوكب الحب بشجعكم على تلبية الدعوات وبتكونوا محاطين بالمعجبين والمعجبات والمحبين وبتعرفوا اللقاء بدغدغ أحلامكم.